شوقي خد الحبال دي عطهم للحريم يعملوا بيها حبال غسيل ينشروا عليها خلقاتهم. عايز اي حد يطب هنا يعرف ان احنا عايشين هنا من زمان. سبحان الله، كل البيوت دي اتنصبت في يوم واحد. بقول لك ايه يا ابوي، شكل مناع مش هيعرف يطلع حد من الارض بعد الغمه دي ما تنزاح. جت للبندريه على الطبطاب ومش هيطلعوا منها ولا بالطبل البلدي. وبكره العشر بيوت بتوعهم يبقوا 20 ويقولوا دي ارضنا بوضع اليد. معاك حق يا شاهين، عشان كده لازم نحذر مناع، والا الايام اللي جايه هتبقى ايام كحله. يلا يا رجالة هموا شوية بالوكل خلي الناس تتغدى. ربنا يكرمك يا مناع بيه. مناع بيه متوصي بيكم في اللحمة قوي. والله طالما مالك توكل فيهم ما هينفعوا أبدا ولا يخلصوا شغل. لا حب على قدكم، أنا عايز البيوت دي تخلص قبل الشتاء اللي جاي. إحنا فين والشتاء فين؟ مش حكاية مباني وبس يا باش محاسب، في تشطيب محارة وسباكة ولازم منه. أنت خاف ليه كده من الشتاء يا مناع بيه؟ أبدا، عايز أأمن أهلي وناسي، أعمل لهم حاجة، أبني لهم بيت من الخرسانة والطوب. ألا بالحق فين أهلك دي؟ أنا بقالي كتير ما شفتش حد منهم. بتسأل ليه يا باشمهندس؟ عايز أشوف العيلة اللي ليها راجل زيك، عاتل همهم وبيسعى لصالحهم. ما هو لولاهم برضك ما كناش عمرنا الأرض دي، وزرعناها، وجالنا خير، وكلنا وبعناه وكسبنا والحمد لله. يعني هم قاعدين هنا في العزبة؟ بعيد على حدود ارضي مع الصحراء. وبقول لك ايه يا باش محاسب، احنا طبعا صعايده، يعني ما ينفعش حد من الناس اللي شغالين معاك يعتبوا ناحيه الارض. البيوت عندينا ليها حرمه، ولا ايه يا باش محاسب؟ في دي عندك حق يا مناع بيه. معناته ايه الحديد ده يا سنيور؟ يعني اضحك عليا؟ اشتريت شوية حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي نضحك عليك، انت والغبي اللي اسمه ستيف، والدليل اهو، دي المفروض انها قنبلة، أول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها. حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وهتموتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ القنبلة القنبلة في شنك. ما قلت لك حتة حديد خردة في شنك بتطلع دخان وبتنفجرش. كده؟ كده يا ستيف؟ تضحك عليا انا؟ يمين بالله ما مهملك غير لما ترجع لي فلوسي، يمين بالله يا ستيف ما مهملك غير لما اقتلك. انا كمان ضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم، انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك، لا ترجع لي فلوسي. بس بقى، ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هامله، هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي، هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع. عندك حق، عندك حق يا سنيور، كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل ما تفرقعش، واتقتلوا فطيسك ده، اتقتلوا فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك، بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المرة دي اللي هتسمع كلام انا همام البندار يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجة اسمها عيلة حسان وعيلة البنداري، النجع كله بقى عيلة واحدة وفيها ملك واحد بس هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. يعني ايه؟ يعني مناع هيبقى ملك الناجع، ملك عليا وعلى عيلتي غصب عننا. يا ريت تعرف تعمل اللي هو بيعمله ده، يبقى يوم المنى على الاقل نخلص منه ونحطك ملك بداله. ده تعبنا قوي عبال ما رجعناه يزرع الحشيش من تاني. راح وين بس؟ راح وين؟ حته دفتر اسود كدك دي، ايه عفريت بلعه؟ واحنا هنعرفه منين بس يا ولدي؟ ابوك هو اللي كان بيدس كل حاجه بنفسه ويعرف مكانها. افتكرت،
ابويا كان بيدسه في صندوق الفلوس اللي اتسرق. صندوق الفلوس اهو، من يوم ما سرقت الفلوس ما حدش لمسها. يخرب بيت ابونا واللي جابنا، يعني اتسرق مع الفلوس؟ اتسرق. الحمد لله لقيته، عقلي كان حشت. ليه؟ هو مهم قوي كده؟ كاتب فيه كل تفاصيل الخلطه، صعب افتكرها بعد السنين دي كلها. لو البندريه عرفوا كده كانوا خدوه هملوا الفلوس. الخواجه بيني كان جايب لنا واحد من كولومبيا يعلم، واحد من امريكا الجنوبيه هبله يعلمنا الخلطه، وانا كتبت كل حاجه وراه. كاني كنت عامل حساب اليوم ده. ما بلاها يا ولد، زراعه الندامه دي اللي هتجيب لنا الخوف ووجع القلب. مش بخاطري يا امه، مش بخاطري، انا مجبور من الخواجات، ولو ما طلعتهمش هيبلغوا ضد الحكومه، وكل اللي عملته طول عمري هيتهد في ثواني. يعني ايه يا مناع؟ تقعد طول عمرك متهدد كده؟ طول ما هم محتاجين لي ما هيقدروش يعملوا حاجه، وبامر الله هيجي اليوم اللي اخلص منهم ومن ابوهم. هعمل ايه؟ ما قدرش اتحامى في الحكومه. ان شاء الله يا ولدي، ربنا هينصرك عليهم. هي دي بقى عيلتك يا مناع؟ ولا حركه، اوعى تضرب مكانك، اوعى تضرب، ما تضربش. بتبصص على النسوان؟ انت مش عارف انا مين؟ مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول. محاسب؟ اه والله العظيم. يا عيني الحيه يا بني، انت عبطت علينا. اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص. في ايه يا شاهين؟ لقيت واقف بيتجسس علينا من غايه ابوي. الراجل قليل الحيه ده كان متداري وسط الدرع يبص علينا. خلاص يا نفيسه روحي، ادخل يا حرمه منك ليه؟ لا ابدا والله يا حاج، الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجه كلها، ومش قصدي حتى اساله مناع بيه صاحب العزبه. هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمه الضاني مع العمال. تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك. اللي انت عملته ده عيب. وانا اعرف منين بس ان في ستات وناس هنا يعني؟ سالت مناع بيه وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض. تقوم تجرب نواحينا؟ قلت حياه. الجوع، الجوع يا ابن عمي، قلت اتسلى وادور في الارض، يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب. خلاص شاهين. ايوه يا ابوي. رجعوا مطرحه ونبه على المجاول بتاعه، اي نفر من الانفار هيجرب نواحينا هنقتله وندفنه في الارض. حاضر يا ابوي. قدامي واحمد ربنا انك راجع على رجليك. الغريب اعمى ولو كان بصير، وانا ليا عذري. مالكش عذري تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله. عندك حق، انا ما هقولكم ما عادتش تتكرر. خلاص الحمد لله ان هي جت على كدك ده. اهدى اهدى، اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك. اوعدكم انها مش هتتكرر، انتوا ناس طيبين وفي حالكم، كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت تلموكم، وده حقكم ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه.